هذه الآلية تحاول قطر الشاحنة العالقة في الطين والأتربة في الطريق الرابط بين بلدية تامسة وبسعادة. تم فتح الكثير من المسالك والطرقات هنا في ولاية المسيلة التي أغلقتها مخلفات السيول الجارفة. والطريق هذه وين يديروا لنا حل أصحاب الكماين؟ هذا وين راه يهز هو 20 طون يهز لك 40 طون. 40 طون هما يزيدوا يكونوا على الطريق هذه، راهم هما يكونوا فيها، ديروا لنا لهم ميزان وديروا لهم حل. احنا رانا من البارح بايتين هنايا، احنا خدموا في الطريق هذه وراها مقطوعة من البارح. والسيارات بزاف كانوا بايتين هنا البارح. أنا بيت هنا البارح. طاحت تشتع لي سكرة الطريق، أنا بيت هنا. الجهود متواصلة لإعادة التأهيل والتهيئة وفق مخطط تدخل سريع. تم تسخير يعني جهاز أمني من أجل تغطية على مستوى بعض الوديان التي تشهد جارية للمياه من أجل التدخل الفوري والآني. كذلك فيما يخص عملية امتصاص مياه على مستوى بعض الأحياء في بلديات مختلفة على مستوى الولاية المسيلة. كما أنه يعني تم إخراج 6 مركبات من طريق يعني مغمور بالمياه عن سوى بلدية المعريف وكذلك بلدية بوسعادة. كما تم إخراج أو إنقاذ 26 شخص من هذه المركبات. الحمد لله يعني الحماية المدنية لم تسجل أي خسائر بشرية. دخلت مصالح الأشغال العمومية وكذلك بمساعدة بعض الخواص لفتح الطريق، وكذلك سجلنا في عدة شوارع يعني سريان مياه كبيرة جدا نظرا للوضعية التي يرى فيها بوسعادة يعني ما بين جبلين، دونك الشيء اللي خلى السريان يكون كبير بزاف، ولكن الحمد لله يعني ما سجلناش خسائر بشرية. اليقظة الدائمة والعمليات الوقائية الاستباقية تتجسد في الميدان كأسس حصينة تحد من أخطار الكوارث الطبيعية.